شرب الخدامة والعلوم اللي تبها كلها الله يسعدك يا ابو غازي، ندري انك طيب وعلومك غانم ومش عندنا فطيب من هذه. الله يسعدك. طيب اسمعني يا قلبي، بسألك عن الصداقة، وش تفهم عن الصداقة؟ انا مو من بشي هذا. ليش ما تؤمن؟ مو من بشي هذا، ما في شيء اسمه الصداقة اصلا. سمي عندي زملاء في المدرسة، هي طلعت خلاص مو بيجيني يركب معي ويركب معي، ولا يجيني في البيت ولا جيه في بيته. لا هذا ما يصير، في ناس راحت ضحايا للصداقة هذه. ليه؟ بس كذا راحت ضحايا. هي الرجال يتمنون انك اعلى منهم؟ لا، يتمنون انك اشطر منهم؟ بالعكس، يتمنون طيحتك، يدورونك اقرب حفره ويطرحونك فيها. اشهد ان لا اله الا الله. لان ما في صديق غير ابوك ولا اخوك. ابوك ولا اخوك ما يتمنون انك اشطر واحد. ولا الزمن هذا عيش لوحدك، بس عيش لوحدك تنجح. يا الصداقه وما الصداقه هذه يخربونك. الرجال ما يخلصونك يا اخي. في ناس من سنتي هالحين مأشر الهذي يروح ويجي مكة جدة، يقول سفريات. ما كيف تروح انت؟ كيف؟ يمكن بغير جو، يمكن بطق اخوي في بيتك، يمكن بغير جو. بغير جو ايش؟ ما كل الشلة مجتمع وراها مشكلة. يمكن جامعة ريجيل. جامعة ريجيل؟ طيب فرضنا اليوم جامعة ريجيل، بكرة جامعة ريجيل، بعد جامعة ويش؟ بدري على الجامعة. ها بعدين ماما كذا اشلة اللي تدهورك لين تخربك. كم واحد راح ضحايا الأشلل هذي والله يرحمه. الله يكون في العون. ها كذا أشلل وما تدخل معهم إلا أنت متدهور. أبا أوزن نفسي. توزن نفسك كيف؟ يعني أعرف أنا الصح من الغلط. كيف تعرف الصح من الغلط؟ يخربونك غصبا عنك. أتحداك تروح مع أشلل صحي ما ترجع مجنون. والله العظيم. بزل ما نسلم أسلم ورا أخوك. لا تقول أنا نظيف، أنا ماني، أنا كويس، انا امسك نفسي. ما تقدر تمسك نفسك، تروح مع شله تجي خربان. اشهد لا اله الا الله. والله الازمه هذا ما يعيش فيه واحد غير مستقر من عقله. اللي ما هو مستقر من عقله ادعي له بالرحمه من هالحين. اصطاد تشتغل بعيال الريجي يا اخوي. خلك عند بني عمك والبيتك وجيرانك، وخلك عند اهلك. لا تروح بعيد يمين يسار، من خلط الجربه من الحول يجرب. الله يجزاك خير يا خلودي، يبارك فيك وكلامك طيب وانت طيب، وان شاء الله من الشباب الناضجين العاقلين اللي لهم مستقبل زاهر ان شاء الله.